1/3/2016 تنطلق معكم مشاهدينا حلقة الثلاثاء من برنامجكم هلا بحرين، واللي فيها نسلط الضوء على الجانب المشرق من مملكة البحرين. صباح الخير عيسى. صباح النور. أي يوم اليوم؟ ثلاثة. وصلنا نص الأسبوع وشهر جديد. شهر جديد بالتأكيد جديد. يعني صار هاي الشهر بدايته في نص الأسبوع، فيعني إن شاء الله راح يكون خير. شهر جميل. شهر جميل بالتأكيد، وكل مواليده بعد جميلين. نبي نصبح على كل اللي قرروا إنه يقضوا معنا هالساعة من برنامجكم هلا بحرين. فقراتنا منوعة وعديدة اليوم، بس قبل ما ننطلق معاكم في حلقتنا خلونا نقدم لكم لمحة سريعة عن بعض فقرات هذا اليوم. انطلقت النسخة الأولى من مهرجان البحرين للطعام على مدار 10 أيام. المادة الخام استخدمت النحاس والبرونز وألوان مختلفة، ضمن هاي الباتينيشن التعتيق في ألوان مختلفة. أنا اليوم متواجدة في مدينة المحرق وراح ناخذكم في جولة عبر بيوت المحرق القديمة، خلكم ويانا. من جديد لنا وقفة فنية، ولكن هذه المرة مع النحت وتطويع النحاس للخروج بأفكار إبداعية سلسة. ترونها في الفقرة التالية مع الفنان عادل العباسي وفقرة سكتش. طبعا الأعمال اللي سويتهم المرة عبارة عن الطير بومة، فالبومة طبعا سويتهم على شكل تجريدي مبسط، على أشكال هندسية مبسطة، دوائر وشكل نوعا ما بيضاوي. طبعا نسميهم في علم الجمال يسمونهم الخطوط الجمال أو lines of beauty، المنحنيات أو الحلزونيات يسمونهم خطوط الجمال. قلت أطلع الطير، يعني صراحة الطير البومة مهضوم حقها في مجتمعاتنا، يعني في ثقافتنا دائما نربطها بالشوق بالموت بالنحس، بس في مجتمعات ثانية، في مثلا ثقافات ثانية، دائما مرتبطة بالحكمة بالمعرفة. حتى دوائر أو المؤسسات التعليمية يستخدمون البومة كرامز كأيقونة، يعني آيكون، دائما تشوف صورة البومة متخرجة، أو يعني غير عن مجتمعنا. طبعا استخدمت المادة الخام، استخدمت النحاس والبرونز وألوان مختلفة، ضمن هاي الباتينيشن التعتيق في ألوان مختلفة. وفي وسط البومة طبعا في وسط العمل كتكوين خليت مرآة عشان يبين ان البومة عندها نوع من مراجعة النفس أو المرآة لنفسها، تراجع نفسها، تختلي بنفسها في الليل، تصوم النهار، تختلي بنفسها من صفة الحكماء. طبعا اسم العمل البومة العمياء،
طبعا حاولت ان اخليها بعميها عشان راويك ان هي ما طالع الناس، طالع نفسها، طالع داخل نفسها. فخلت الدب تسمونه يعني العمي بشكل مختلف. واحدة مثلهم مثلا تشوف في حديد في العين، يسمونه في عينها، يعني نوعا ما وبصارك اليوم حديد، عندها نظرة ثاقبة للمجتمع، للقضايا المجتمعية. الثانية نظرة داخلية، والثالثة طبعا اثنيناتهم عميان يعني كامل، يعني في انعكاس داخلي تام. الحياة يعني طبعا الفن التشكيلي، في ناس يقولون انعكاس للواقع، أنا طبعا أقول لا، الواقع بذاته بالنسبة لي يعني الفن وسيلة للحياة، يعني حياة نفسها عندي يعني الفن. فقرات البحرين اليوم الثلاثاء عديدة ومنوعة، لكن بعد هالفاصل نلقاها مع نود رضا، ورح نتعرف وياكم على مشروعها الخاص بالحلويات. لا تروحون بعيد.